جيد شادي واش مأهلة لي، واش عندك واحد التصور لي، واش مهيئة لي أنك تهزي هذا اللقب اللي هو طبعا كبير وثقيل وماشي سهل وماشي سهل. أول حاجة نشكركم بزاف وخاصة عطانا واحد الفرصة لأنني دايما في المدينة ديالنا، وبصراحة شنو بالنسبة لك هذا اللقب؟ اللقب هو أنك شرف المدينة ديالي هي مدينة عارف مهيئة لي وجداني عارفة أن هذا اللقب راه كيشمل ثقافة، كيشمل مسؤولية، كيشمل تكليف، كيشمل كتعطي واحد الصورة للمرأة المغربية، كتعطي الصورة لمدينتك، كتعطي الصورة لبلادك، شي حاجة اللي هي كبيرة مهيئة لها صراحة. شي من الأمنية الحالية الحمد لله شارة صوتها بدات نتجه عن أي مجلس شارة وكان شي كيجي من بعد يعني ممتاز. سؤال من الناشئ يعني المشاركات في حالة ديت اللقب وجات مشروع الزواج، طبعا دخلت انا دابا ماشي في المشروع، قال لك الزوج ديالك انا يا اما غادي تنازلي على اللقب او لا غادي ما نكملوش الزواج، شنو غادي تختاري؟ ما نقدرش حاليا ما نفكرش في الزواج على ما غاديش كاينه جامعات انا كنت مخافه من الجمعيه ديال